انت تربويه، نعم. وهذا الوسط التربوي اليوم كيف تتعاملين مع المراهقات اللي عندهم كل بنيه اليوم عندها صفحه بالتيك توك او بالانستغرام؟ شلون تتعاملين وياهم على اعتبار انت اليوم امراه او ناشطه بالجانب الحقوق؟ شلون تتعاملين وياهم؟ شنو توصيهم؟ اجتت بعض المشاكل شكاوى بهذا الموضوع انه اكو بنيه مثلا طلعت الفيديو سوت مشكله كذا؟ اي نعم، المجال مالتي واسع وكلش حلو وحبيته بصراحه قبل لا ادخل اليه، رغم المشاكل اللي تنطرح اليه، رغم المشاكل اللي بي ما انزل بها من سلطان، لكون هي فئه عمريه وانتقاليه، وهذه الفئه خلينا نقول مراهقين، شلون اتعامل وانزل لمستواهم جدا صعب. الا اللهم اللي عنده طوله بال وخلق ويا هذه، لان مرات يجيك اب وام ما عنده خلق البته، من اجي يمكن اكو اشياء حكوا ليها ما يقدرون يحكوها للاب وللام. ودليل الصداقه والقرابه، لازم اني اصادق ولازم اني انزل للمستوى اللي هي تريده المطلوب، زين. فبالتالي راح اني استقطب من عندها الاشياء اللي هي بداخلها ما تقدر تسولفها لاي شخص. انحلت مشاكل، انحلت هوايه مشاكل بسبب ضعيفي النفوس. المراه كائن لطيف، كائن لطيف حساس بسرعه، يعني هو يتاثر. شو تريد المراه؟ تريد المراه الاحتواء، التقدير، الاهتمام، اذا ما لقيته بالوسط العائلي.